السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب حتى ترضى، الحمد لله رب بعد الرضا، الحمد لله رب أبدا أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. بيودندل نيرف. البيودندل نيرف يا جماعة ده بيبتدي في البلفس كسمولر of two terminal branches of sacral plexus. ده البيودندال نيرف للسمولر of the two terminal branches. وطبعا كلكم عارفين مين هو اللارجر of the two terminal branches. ده اللارجر اكبر نيرف وادخل نيرف في الجسم، السياتيك نيرف. وطبعا البيودندال نيرف ده لا يقارن خالص بالسياتيك، فهو للسمولر of the two terminal branches of sacral plexus. بيكون طالع البيودندال نيرف دوان من النيرف روتس S2-3-4. الكورس بتاعه شبه بالظبط الانترنال بيودندال ارتري، طالع في البلفس عايز يهرب من البلفس عشان يروح البرينية، فمالوش مهرب البيودندال نيرف ده من البلفس غير ان هو يعدي في الجريتر سياتيك فورامن عشان يخش في الجلوتير ريجون. طبعا اما بيعدي في الجريتر ساتيك فورامن، سواء كان الانترنال بيودندال ارتري او البيودندال نيرف، دول بيكونوا معديين تحت العضله اللي معديه نهون في الجريتر ساتيك فورامن اللي اسمها البايريفورمز. بيعدي النيرف والارتري تحت البايريفورمز، والنيرف بقى بيروح عامل على طول passing behind الليجامنت ده اللي ما بين الايسكيال سباين والسيكرام اللي هو اسمه ساكروسباينس ليجامنت. بيعدي ورا الساكروسباينس ليجامنت، وما تنساش تقول لي الريليشن الخالده ما بين الثلاثه ستراكشرز دول، مين الاخ اللي في النص اللي هو الانترنال بيودندال ارتري و laterally nerve to obturator internus و medially البيودندال نيرف اللي هو الموضوع بتاعنا. طبعا خد بالك هنا لو عايز التفاصيل، النيرف to obturator internus ده بيكون معدي على البيز of the ischial spine. الانترنال بيودندال artery بيكون معدي على التيب of the ischial spine، بينما البيودندال نيرف بيكون معدي عند ورا يعني الساكروسباينس ليجامنت. ساكروسباينس ده عند البيز اللي هو النيرف تو بتيوتر انترنس اوف ذا اسكال سباين، عند التيب اوف اسكال سباين الانترنال بيودندال ارتري، وميديالي البيودندال نيرف بيهايند هو عامل كروسنج بيهايند ذا sacrospinous ligament. وطبعا بيروحوا داخلين مع بعض البيودندال نيرف اكامبانيت بالانترنال بيودندال فيسلز من خلال الجريتر ساتيك فورامن عشان يخش البرينيوم. طبعا اول ما بيخش البرينيوم هيروحوا داخل في الكنال اللي متسميه باسمه. البيودندال نيرف هيروح معدي اهو، البيودندال نيرف عدى في الجريتر ساتيك فورامن دخل البرينيوم راح معدي في البيودندال كانال. بيكون اكامبانيت بمين؟ بيكون اكامبانيت بالانترنال بيودندال ارتري. نبص نلاقي البيودندال نيرف بيختلف عن الانترنال بيودندال ارتري. كنت قلت لك الانترنال بيودندال ارتري بيخش البيودندال كانال من البوستيرو اند ويخرج من الانتيرو اند بتاعه اللي هو في الديب برينيال باوتش، ويمشي الفيسل في الديب برينيال باوتش وما ينتهيش غير ورا السيمفيس بيوبس بان هو بيتفرع للتو تيرمينال برانشز بتوعه. هنا النيرف لا يا جماعه، النيرف هنا بيبتدي بدري قوي، بينتهي بدري قوي. فين؟ اول ما البيودندال نيرف بيخش البيودندال كانال بيروح مدي لك البرانش اللي اسمه الانفيرور ريكتال نيرف، اللي زي ما احنا عارفين ان هو هيمشي في الايسكوريكتال فوسا
وروح يغذي لك الثلاث حاجات اللي انت عارفهم، اللي هما مين؟ بيغذي لك الاكسترنال انال سفنكتر، والانتفيرور سيرفيس اوف ذا ليفيتور اناي، والسكين اراوند ذا انال اوبننج. اول ما بندي الانفيرور ريكتال نيرف بينتهي يا جماعه هنا هو البيودندال نيرف، بينما بيتفرع للتو تيرمينال برانشز برينيال نيرف ودورسال نيرف اوف بينس. دورسال نيرف اوف بينس، طبعا الدورسال نيرف اوف بينس ده اللي هيكمل الطريق بقى مع الانترنال بيودندال ارتري. الدورسال نيرف اوف بينس بيكمل مع الانترنال بيودندال ارتري ويخرج من البيودندال، يخرج من البيودندال كانال عند الانتيرور اند اوف ذا بيودندال كانال، ويروح داخل لك في الديب برينيال باوتش، ويمشي في الديب برينيال باوتش اكامبرينج الانترنال بيودندال ارتري، وفي الاخر هيروح الدورسال نيرف اوف بينس ده خارم الاخ الاخضر ده اللي احنا اتفقنا ان هو البرينيال ممبرين، عشان يمشي من اسمه هيمشي فين؟ على الدورسال اسبكت اوف بينس مع الارتري المصاحب ليه اللي هو الدورسال ارتري اوف بينس. يا ترى ايه البرانشز بتاعت البيودندال نيرف؟ طبعا اتفقنا اول برانش اللي هو اول ما بيخش البيودندال كانال انفيرو ريكتال اللي خدنا قبل كده، هو طبعا معدي في الاسكوريكتال فوسا ومغذي الثلاثه ستراكشرز اللي احنا متفقين عليها، اللي هي الاكسترنال انال سفنكتر انفيرور سيرفيس اوف ليفيتور اناي والسكين حوالين فتحه الشعر. طب وبعدين بينتهي بقى التو تيرمينال برانشز البرينيال نيرف ده. البرينيال نيرف ده اللارجر اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ذا بيودندال نيرف، ده بيدي لك برانشز، بيدي لك برانشز رايحة على السوبرفيشال برينيال باوتش. البرانشز دي يعني اسمها ايه؟ مقابلة للأرتري بالظبط يا جماعة، بوستيرور سكروتال نيرفز او بوستيرور سكرو او بوستيرور ليبيال برانشز، رايحة تغذي البوستيرور اسبكت اوف ذا سكروتم في الرجالة او البوستيرور اسبكت اوف ليبيا ميجورا في الستات. زائد طبعا ان البرينيال نيرف دوان بيدي لك ماسكولار برانشز، يغذي كل البرينيال ماسلز، وبيغذي كمان السفنكتر يوريسري، السفنكتر بتاعت اليوريسرا اللي هي الاكسترنال يوريسرا السفنكتر. التيرمينال برانش التاني الاصغر اللي هو الدورسال نيرف اوف بينس اللي بيخش على الديب برينيال باوتش ويخرم البرينيال ممبرين ويمشي على الدورسال اسبكت اوف بينس مع الارتري المقابل ليه اللي هو الدورسال ارتري اوف بينس. طبعا خد بالك ان الدورسال نيرف اوف بينس ده المين سنسوري سبلاي تو ذا بينس، بالذات الحته الحساسه القدمانيه اللي اسمها الجلانز بينس، والاحساسات ده هي طبعا هي بقى اللي بتدي لك الاريكشن وما الى ذلك. فافتكر دايما ان المين نيرف سبلاي تو ذا بينس وبالذات الجلانز بينس اللي هو الديستال بارت بتاعه اللي هو الدورسال نيرف اوف بينس. طبعا ده على فكره ساعات بيتدمر النيرف ده وان بالسكر دايابيتس ميليتس، ويبقى البينس ده هو ما بيحسش اي حاجه، اي تلامس اي بتاع ولا بيحس حاجه خالص، وبتفقد الاريكشن. ده يا جماعه بالنسبه للبيودندال نيرف على الرسمه الحلوه بتاعتنا دي خدناها راجع كده. طبعا البيودندال نيرف عدى في الجريتر سياتيك فورامين، هو ده المفروض جوه، احنا جوه البلفس، وطالع من اس 2 3 4 the smaller of two terminal branches of sacral plexus، هرب من البلفس في الجريتر سياتيك فورامين، عدى هو على الباك اوف sacrospinous ligament،
داخل البرينيوم عن طريق الليسر سياتيك فورامين، داخل الكنال بتاعتنا الزرقاء دي اللي هي البيودندال كنال، اول لما داخل بينتهي بيروح على طول مديلك الانفيرو ريكتال وينتهي التو تيرمينال برانشز البرينيال نيرف والدورسال نيرف اوف بينس. البرينيال نيرف ده وان بيديلك البوستيرو سكلوتال او البوستيرو ليبيال، واهم حاجه ان هو بيديلك ماسكولار برانشز تو اول ماسلز وزاوت اكسيشن اكسبشن تو اول ماسلز اوف ذا برينيوم وزاوت اكسبشن، وكمان بيغذيلك الاكسترنال يوريثرال سفنكتر. ده برضو صورة تانية للبيودندال نيرف طالع من الساكرال بلكسس اس 2 3 4 وخرج من جريتر ساتيك فورامين على الليسر ساتيك فورامين على البيودندال كانال التيرمينال برانشز بتوعه دورسال نيرف وبينس والبرينيال نيرف اللي هو بيديلك بوستيريو سكروتال وماسكولار برانشز. ويبقى ده البيودندال نيرف. Thank you for good listening and good luck.